ريدمي نوت 9 برو، عنوان حلقتنا هذا اليوم. خليكم بالفيديو. السلام عليكم، تحية طيبة لكل من يشاهدني، وياكم محمد من قناة إيراكي تيك. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل بداية الفيديو لا تنسى تخلي لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى تشجعني استمر وياكم أول بأول. بداية بشاشة الهاتف، الهاتف يجي بشاشة من نوع الـ IPS LCD بدقة الفول HD بلس وبحجم 6.67 إنش ومعدل تحديث 90 هرتز، محمية بطبقة حماية من غوريلا جلاس الإصدار الخامس، والشاشة راح تحتوي على ثقب أعلى يسار الشاشة الكاميرا الأمامية. ننتقل للمعالج، الهاتف راح يجي بمعالج من كوالكوم سناب دراجون 720G المصنع بتقنية 8 نانومتر مع معالج رسوم من نوع أدرينو 618. طبعا بالنسبة للأداء فهذا المعالج راح يقدم لك أداء جيد جدا بالنسبة لهاتف متوسط، وأيضا هذا المعالج يقارن مع معالج الكيرن 810. ننتقل للرام وسعر التخزين، الهاتف راح يجي برام 4 جيجا بايت و6 جيجا بايت وسعة تخزين 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت. ننتقل للكاميرات، طبعا الهاتف يجي بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا للتصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا ثالثة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرات هي موجودة بتصميم مربع موجود على ظهر الهاتف. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فتجي بدقة 16 ميجا بكسل. ننتقل للبطارية، الهاتف يجي بطارية ممتازة بحجم 5020 ملي أمبير تدعم شحن سريع من خلال منفذ الشاحن من نوع USB-C بقدرة 18 واط. صح أن قدرة الشاحن السريع لحد الآن معلومة ليست أكيدة 100%، ولكن إن كانت أكيدة فهاي راح تكون علامة استفهام كبيرة. السبب لأن الهاتف يجي بطارية عملاقة 5020 ملي أمبير مع شاحن 18 واط، لذلك إعادة شحن البطارية راح يستغرق وقت طويل. أما بالنسبة للبصمة فراح تكون مدمجة مع زر الباور. أما بالنسبة لموعد الإعلان عن هذا الهاتف فراح يكون بعد يومين اللي هو يوم 12/3. طبعا بالنسبة لسعر الهاتف إلى حد الآن ماكو أي معلومة أكيدة عن السعر. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، وإذا أعجبكم فلا تنسون دعمي من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو حتى استمر وياكم أول بأول. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.